يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم يا أحبائي عمو يزيد، راه فرحان بزاف اللي راكم معاه اليوم. إذا أنتم اللي راكم تشوفوا فينا يا أحبائي وحبيتوا تحضروا كما أصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا أحبائي لما تشاركوا راح نتصلوا بكم عبر الهاتف ولا عبر الإيميل حتما باش تجوا تفرحوا معنا. على بالكم يا أحبائي في هذه الفترة هذه بالك راكم تشوفوا معنا أصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا نقولهم من ذوي القدرات الخاصة لأن عندهم إرادة كبيرة وعندهم تحديات. في هذه الفترة هذه يوم 3 ديسمبر هو اللي يوافق اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يتوقف العالم كامل في هذا اليوم هذا باش نتضامنوا مع هذه الفئة ونشوفوا واش هما الإنجازات اللي درناهم واش هما الاحتياجات نتاعهم اللي مازال ما درناهمش. على بالكم يا أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم احتياجات خاصة، مثلا المسالك لما مثلا يطلع العمارة ولا يطلع المبنى إدارة ولا لازم يكون عنده طريق الخاص ولا بنك ولا أي، لازم هذيك لا رومب لازمها تكون موجودة مثلا، حتى في الدراسة لازم نسهلوا لهم الأمور لأنهم ناس عاديين كيما احنا عندهم إرادة ويقراوا مليح. لما دابيا نتكلم معهم رم هنا وليدي واسمك؟ وهيب. واسمك؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب شحال في عمرك عبد الوهاب؟ 9 سنين. 9 سنين الله يبارك الله يبارك. شاطر في الدراسة؟ واش مسنة تقرا؟ 3-5. انت قلت السنة الخامسة، شحال جبت معدل؟ ماشي بزاف بزاف. 12-13؟ ماشي على 10؟ شحال؟ ما نخرج مليح مليح. ما تخرجش مليح مليح، بصح هذا العام لازم تقرا مليح، عندك امتحان تاع الشهادة يا أخي، تقرا مليح هذا العام، وعد هذا. هيا الله يبارك ولدي، وين تسكن؟ في الغاية. الله يبارك ولدي، الله يبارك، لازم هذا العام تجيب لنا الشهادة، وكي تربح في الشهادة نعاودو نجيبوك عند عمو يزيد وتكون رابح الشهادة ونغنو لك مبروك النجاح عليك، يا أخي، إن شاء الله إن شاء الله. ماذا بيا نتكلم مع صديقي ثاني اللي راهو هنا. واسمك ولدي؟ وائل. شحال في عمرك وائل؟ 9 سنين. 9 سنين وشاطر هكذا. وين تسكن وائل؟ نسكن في بوكارة. في بوكارة وليت البليدة؟ الله يبارك، تروح تسلمنا عليهم كامل ها؟ راك فرحان اللي راك هنا وليدي؟ هيا الله يبارك. ها؟ نحبك. اوه ماما انا نحبك وليدي، ماما انا نحبك، ربي طول عمرك الله يخليك وليدي. الله يخليك. انا عندي زوج اصدقائي هنا راح نهضر معاهم ثاني. واسمك ولدي؟ امين. امين شحال في عمرك امين؟ 9 سنوات. 9 سنوات تقرا امين؟ نعم. واش من سنه؟ الرابعه. شاطر في الدراسه؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. جي عند بنتي هذه. واسمك بنتي؟ انفال. انفال. انفال اكيد فرحانه لك هنا انفال. الله يبارك، مرحبا بك بنتي، مرحبا بك. اذا احبائي تحيه لذوي الاحتياجات الخاصة، هما الناس كيما احنا عاديين يحبوا يقراوا كيما انتوما، يحبوا يحوسوا، يحبوا يكون عندهم أصدقاء، إذا لازم نسهلوا لهم هذه الأمور هذه لأن نحبوهم وهما منا كذلك. يا أخي هذا وعد في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا الرسائل اللي تبعتوه منا، وانتم أحبائي إلا حبيتوا ترسلونا باش نقراوا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذن سهيب تعال، سهيب تعال. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. وش لك سهيب؟ لاباس. وش جبت لنا اليوم؟ بريد؟ نعم. أوه برافو برافو برافو. إذن بريد يحطونا في
في علبة البريد باش راح نقراو هذه الرسائل تاع الأطفال اللي بعثوهم لنا حتى الأولياء تاعهم يرسلونا. مرحبا بهم. مع السلامة. شكرا شكرا سهيب. رسلونا أطفال صغار كبار أولياء، مرحبا بكم، راح نقراو الرسائل تاعكم بفرح وسرور. أحبائي، لغز اليوم، تحبون الغاز؟ لغز اليوم يقول: من هو الذي تراه ولا يراك؟ أعيد اللغز: من هو الذي تراه ولا يراك؟ وانتم أحبائي لكم تشوفوا فينا، إذا حبيتوا تشاركوا في الإجابة عن اللغز ما لكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار جاوب عن اللغز. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي أنتم شاطرين على بالي، احتفظوا بالإجابة تاعكم لغاية نهاية الحصة، رايح عمويزيد يسألكم عليها. أحبائي، في كل حلقة نتعرفوا على شخصية مهمة. هذه المرة اخترنا لكم الشخصية مرموقة في العالم الإسلامي اللي هو ابن خلدون. يلا نتعرفوا عليه مع يسرى. تحية لنسرى. يلا تحية ليسرى. مرحبا بكم يا أصدقائي. مرحبا. اليوم سأقدم لكم شخصية ابن خلدون. ابن خلدون هو شخصية تاريخية من علماء المسلمين. اسمه الكامل هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. عاش ما بين سنة 1332 ميلادي إلى غاية سنة 1406 ميلادي. ولد في تونس وشب فيها وتخرج من جامعة الزيتونة. ولي الكتابة والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس. ثم استقال من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف، فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر العالمي، ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة حياة العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ابن خلدون مؤرخ من شمال أفريقيا، تونسي المولد، أندلسي حضرمي الأصل. عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال أفريقيا، حيث رحل إلى بسكرة، غرناطة، بجاية وتلمسان. كما توجه إلى مصر حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكية، وظل بها ما يناهز ربع قرن من سنة 784 هجري إلى سنة 808 هجري، حيث توفي عام 1406 ميلادي عن عمر بلغ 76 عاما، ودفن قرب باب النصر بشمال القاهرة تاركا تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم. ويعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث ومن علماء تاريخ والاقتصاد. شكرا 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 ليسرى. شكرا. إذن أحبائي، ابن خلدون عالم مسلم، عالم في علم الاجتماع. أحبائي، واش رأيكم بهذه المناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟ عمو يزيد دار أغنية نقول فيها: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. أحبائي، لازم تغنوا معي هذه الأغنية باش نضمنوا مع هذه الفئة. أنا كاين صديق آخر هنا ما تكلمتش معه مقبلة، راح نتكلم معها قبل الأغنية. تشوف اسمك ولدي؟ واسمك؟ عماد؟ عماد. شحال في عمرك عماد؟ شحال في عمرك؟ تعرف؟ تحب عمو يزيد؟ تحب عمو يزيد؟ تحبه. أوه، عمو يزيد تاني يحبك ولدي. إذن تغنوا كامل معايا: أنا المعاق لكن. وشك ولدي لباس؟ معني مليح. شحال في عمرك؟ ستة. ست أيام؟ ستة. ستة وشن؟ ستة ستة سنوات. ستة سنوات، برافو. وين تسكن؟ سكننا في بوغارة. في بوغارة، مدينة البليدة. الله يبارك ولدي، مرحبا بك. ولاية البليدة، مدينة الزهور. الله يبارك. إذن أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. يلا معي.
أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية عظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي حتى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا المعاق وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات عزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة. شكرا. إذن أحبائي أعجبتك الأغنية؟ هايلة. سمعت هذه تاع الطموح إلى حدود إرادتي وعزيمة. إذن فهمنا العام الجاي جينا بالشهادة إن شاء الله. يا أخي وليدي الله يبارك. أعجبتك الأغنية؟ أعجبتك؟ شابة هايلة؟ هايلة. الله يخليك. عجبتك الأغنية؟ ها؟ كنت حافظها شوية؟ تعرفها شوية؟ واش تعرف؟ أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية العظيمة.
لكنني أثابر لغاياتي العظيمة أحبائي الأطفال. المثابرة هي سر النجاح. يا أخي واش رايكم دركا نروحوا نرحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية في ألعاب الخفة. تفضل عمو سليم. إذن رحبوا معايا بعمو سليم وبيتشو اللي جاونا من مدينة بجاية. تفضلوا.
برافو 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 برافو. عجبكم عمو سليم؟ شكرا. واسمك وليدي؟ خطوه. تعزوت؟ ايه. هاك فرحان اللي راك هنا؟ ايه. بزاف؟ ايه. شحال تحب عمو يزيد؟ تحب عمو يزيد؟ ايه. شحال تحبو؟ بزاف؟ ايه. الله يبارك، مام عمو يزيد يحبك وليدي. اه. ياخي، مام عمو يزيد يحبك. ايه. إذن أحبائي، نحبوا كاع الأطفال، وكاع الأطفال يحبونا، والحب والحنان في المجتمع مهم جدا جدا جدا. واش رايكم دركا في الموسم الرابع درنا فقره جديده من فقرات، هي فقره هل تعلم. راح نكتشفوا معلومه مع ميليسا. تحيه تحيه لميليسا، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. تحيه تحيه. مساء الخير. مساء الخير يا اطفال. هل تعلموا ان الفلفل الحار يحتوي على اعلى نسبه ممكنه من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى؟ برافو 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 برافو. تحية تحية ميسا، تحية تحية تحية. صفقوا عليها. برافو. صفق معها. برافو برافو برافو. إذن أحبائي، الفلفل الحار أنتم راكم صغار ما تاكلوش، ولكن فيه فيتامين سي أكثر من كاع الخضروات الأخرى، كاع الخضر والفواكه الأخرى. حبوا الحكايات؟ يلا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الغراب العطشان. يلا معايا. هلا. إذن أحبائي، كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الغراب العطشان. واحد النهار هذه الحكاية تتكلم عن الاجتهاد والإنسان المثابر. واحد النهار كان واحد الغراب عطشان عطشان عطشان، حاب يشرب الماء، يمشي يمشي يحوس على الماء ما صابش. ومن بعد الحق لواحد البلاصه هكذا، صاب اناء، اناء هكذا فيه الماء، وهذاك الاناء شغول من الفوق، ضيق من الفوق وفيه الماء غير النص. حاول قال مزيه صبت الماء، راح يشرب هذاك الماء ما قدرش، لانه الاناء طويل هكذا فيه الماء، ولكن ما يقدرش يدخل داخل باش يشرب الماء. وقعد يفكر، قال يا ربي، وكان طيح هذه القرعه، هذا الاناء هذه رايح تروح في التراب، ما قدرش نشرب، كيفاش ندير كيفاش. وقعد يدور عليها يدور عليها، هو عطشان، يا ربي كيفاش ندير نشرب يا ربي. بعد جاته فكره، واش يدير؟ راح قاعد يلفد في الحجر، حجر صغير، يلفد في الحجر ويرمي في القرعه، يلفد الحجر ويرمي في القرعه، يلفد الحجر ويرمي في القرعه. واش يسرك يرمي الحجر في القرعه؟ وي بنتي، الماء يطلع. برافو، الماء يطلع. كيطلع الماء شرب. شوفوا الانسان كيفاش، يعني التفكير اللي جاه. عمو يزيد عمو يزيد، استخلصوا من حكاية اليوم أنه يجب أن نطابر لبلوغ أهدافنا. بالضبط، تصفيق على بوبي، تصفيق 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 تصفيق. إذن أحبائي، يجب المثابرة والاجتهاد لبلوغ الأهداف. يا أخي أحبائي، يجب الاجتهاد، أذكر عليكم خاصة في الدراسة. يلا أحبائي، عجبتكم الحكاية؟ إذن لحقنا دركا الركن النكت اللي نحبه بزاف. شكون اللي عنده نكتة جميلة شي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، شكون نكتة جميلة؟ تعالي بنتي أرواحي، شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أرواحي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ أمان. وين تسكني أمان؟ براقي. في براقي، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قالك واحد النهار واحد الرايس قال الطلياني فرنسي وجزائري، قال لهم لي يدخل لدار معمره بن مل نعطي له زوج له بنتي. دخل الطلياني خرج معمر بن مل، دخل الفرنسي خرج معمر بن مل، دخل الجزائري خرج ما فيه حتى نمله. كي قال له الرايس كيف درت باش خرجت فارق؟ قال له بلي قتلت المراه وكاع الجنازات. برافو برافو برافو. تعالي بنتي. تعالي بنتي اقعدي. واسمك الشاطرة؟ رحاب. رحاب، وين تسكن يا رحاب؟ في براقي. في براقي، الله يبارك. حكينا النكتة تاعك بنتي. قالك واحد الراجل حاب يدي بيرمي، قالوا لاجينيور، قالوا واش يخدم الفار، قالوا ياكل فرماج. الله يبارك الله يبارك. تعالي بنتي اروح. تعالي اقعدي بنتي. واسمك شاطرة؟ ملك. ملك، وين تسكني ملك؟ تويدا.
في دوبدا الله يبارك. حكي لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد الطفل جاب تعرف الرياضيات، قال راح عند استاذو قال له جيب لي تراك من جنب نزيد لك نقطه. بعد راح تحت رجل اليمين الميته، قال راح في التراب. بعد راه مدو الاستاذ تاعو قالوا بلي قالوا هاك. بعد قالوا ضربوا في صقله وقالوا هذا منين جبت لي التراب من الجنه؟ قالوا جبت لي طلعت للسماء وجبته لك. قالوا ياك الجنه تستاهل اثنين امنيات. برافو 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 برافو. تعالي 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 اروحي بنتي. واسمك بنتي؟ مريم. نوريام، وين تسكني؟ في براقي. خيار الناس، حكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الطفل جالو طار، دخل للقسم هبط الباب، قالوا أستاذ واش كوري؟ قالوا لا تزايري. تزايري، أوكي، أوكي، يلا. أحبائي، الحقنا دركا، حقنا دركا ركن الرسائل. بوبي، أعطي لي رسائل تاع أصدقائي الأطفال اللي بعتوهم لنا باش نقراوهم، وأنتم يا أحبائي إلا حبيتوا ترسلونا باش نقراو الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا، تحية لبوبي، تصفيق على بوبي. الرسالة الأولى، زينة إلياس، 13 سنة، مدينة العمرية، ولاية عين تموشنت. الله الله على الناس عين تموشنت، مرحبا بكم. قالت لك اريد المشاركه في حصه مع عمو يزيد. اذا يا زينه بنتي رايحين نتصلوا بك ان شاء الله في اقرب وقت. الرساله المواليه، سيد عمر حفصه، 16 سنه، مدينه ادرار، قالت لكم حصه رائعه وانت اروع يا حفصه. والله رسائل جميله جميله جدا. شفتوا اصدقاء عمو يزيد، كاين صغار كاين كبار كاين شباب، جميل جدا. الرساله المواليه من عند بن يوسف سيد علي، 13 سنه، من سعيد حمدين، ولايه العاصمه، جزائر العاصمه، قال لك اريد المشاركه في حصه عمو يزيد، انا احبك يا عمو يزيد. شكرا سيد علي بن يوسف، الله يخليك وليدي. الرساله المواليه، قنفود أيمن، 9 سنوات، من مدينة جيجل، الله يبارك على ناس جيجل، مرحبا بكم. قالك أريد المشاركة في حصة مع عمو يزيد ككل الأطفال، مرحبا بك أيمن قنفود جيجل، كلموك إن شاء الله وجيت تهضر معنا. الرسالة الموالية، حاج عمر مهدي، 8 سنوات، من مدينة خزرونة، ولاية البليدة، قال لك أنا أحبك يا عمو يزيد وأريد أن أشارك في حصتك. إذا مهدي حاج عمر، مهدي حاج عامر، 8 سنوات، من خزرونة من البليدة، مرحبا بك في أي وقت وراح نتصلوا بك. أحبائي الحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. من هو الذي تراه ولا يراك؟ تعالي بنتي أروح. تعالي بنتي أرجعوا لبلاصتكم، أرجعوا لأماكنكم، أرجعوا يلا بلايسكم، أرجعي لمكانك بنتي يلا. واسمك بنتي؟ ملك. وين تسكني ملك؟ وين؟ في دواودة. في دواودة، وش هو الجواب؟ المرآة. لا مش المرآة. من هو الذي تراه؟ تعالي تعالي أرجعوا لأماكنكم. واسمك بنتي؟ أمان. أمان، وش هو؟ المكفوف. الكفيف، معليش نقبلوها، قلتي المكفوف هو الكفيف اللي ما يشوفش. الكفيف هو الذي تراه ولا يراك. برافو بنتي، أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. اسمك؟ أمان. أمان، الله يبارك بنتي. إذا شمس مهبول وعمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها لأنك شاطرة. إذا كما قلنا لكم يا أحبائي، عمو يزيد في كل حصة يستضيف طفل ولا طفلة للاحتفال بعيد ميلاده. لازم تبعثوا لنا 5 قاسمات من علب حليب رامي باش تشاركوا في إحياء عيد ميلادكم على صندوق بريد 42000 الجزائر العاصمة سطوالي. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الوهاب،
ديمي 9 سنوات. تعال عبد الوهاب، تعال. هيا ولدي، تعال تعال، يلا خلوه يجوز، خلوه يجوز، خلوه يجوز بلاك. إذن أحبائي، احنا نغنوا لعبد الوهاب عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا التحقوا بيا باش نغنوا له، أرواحوا كامل يا أطفال، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر أمرا ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو، ما تزربش ما تزربش ما تزربش ما تزربش حتى نحسبوا لك هاك مزروف. اذا يلا معايا العدد التنازلي، 9 8 7 5 4 3 2 1. يلا 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 يلا، برافو 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 برافو. اذا وليدي اعطيني الشهاده تاعو، اذا ديمي عبد الوهاب عمو يزيد يعطي لك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم كامل يا اطفال تخرجوا كل واحد ياخذ شهاده كما هذه يحتفظ بها كذكرى مروره في تصوير حصه مع عمو يزيد. اعطيني وليدي، اذا بما انك جمعت 5 قاسمات من علب حليب رامي ورسلتنا اليوم احتفلت بعيد ميلادك عمو يزيد، ورامي راعي البرنامج يهديك هذه الهديه ان شاء الله تستفاد بها. العفو العفو وليدي العفو، وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، سنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. رانا هنا في حصة عمو يزيد، كنا سجلنا في السيت وعيطونا باش نفرحوا الاحفاد. واحد النهار دخلت في السيت تاع عمو يزيد، ماركت اسمي،
ولقبي واسم ولايتي، والحمد لله فقني الحظ باش دخلت في هذه الحصة تاع مميز. ورانا هنا جينا نحضروا معاكم ان شاء الله في الحصة، وكثر خيركم يعني على الدعوة. وشكرا. تعالوا هلموا إلينا نضموا مع عمو يزيد.